أخذها فلها قرأ ما فيها بها يا ولدي يا قاصر إذا نزلتم بأرض الطفوف وحاطت بعمك الألوف يا ولدي فلا تبخل عليه لتحظى بالسعادة الأبدية والدولة السرمدية وأخذ العود وجف فرحان لعمه إحسان عمي يا شفية يا مدلل الزهر الزكية أبويا الحسن أوصى علي ربط لي العود وقال لي لقيتون وعد الغادرية وكفت المصايب مستوية هذه عودتك في الوصية ورخصة يا عم اليوم لي وصان وصية قبل الذبح في الغادية زوج الجاسم بالزكية هذه وصية أبوك تريد تنفذها وأنا عندي وصية عن موعدها ماذا تريد يا عم في هذا اليوم الذي ليس لك ناصرا ولا معينا قال أريد أن أزوجك أو أعقد لك كما هو بالرواية يقول أبي هذا اليوم وليس عندك من رجالك إلا العليم قال بلى يا ولدي وصية ضاق وقتها وحان تنفيذها وإذا طلع ثياب الحسن حينما نادى على رملة ونادى على زينب جاءوا بالصبط الذي فيه ثياب الحسن أفخم ثياب الحسن ثم أنه فتح الصندوق فلما فتحه رافحت روائح الحسن دق زينب على صدرها ونادت وحسنا أيوا إماما ثم أخذ يلبسه ثياب الحسن أين المنادون وسيداه وإماما فلما وصل إلى العمة شقها نصفين لف البعض على رأسه والبعض على جسده وإذا هو في صورة مكفن والله يا زينب قاست الكروب من فعل أخوها كانت الذوب تنادي ودمع العين مسجوب وياي هذا كفن يا حسين فرحة بالأعران يا عم مدون هالناس أعرس وأنا في حدود عباس العرس لزينة ولما ولا لي قلب مملي بهمة أعرس على جاسم وعمة مذبوح ومخضب وسيدا وقاسما عندك احد يا ابو علي ليس الا نساء صارت الضجه من النساء والعويل وحسنا وقاسما اخي حسين من الذي يزف هذا الشباب معك يا اخي أنت ليس لك معين لفت ودموعه جارية أنا عندي شباب كربلاء وكلهم أروح لهم وهم يعومونني على زفاف هذا الشباب وإذا بها تنظر إليه ودموعها جارية وهي تنادي وحسنا وقاسما أنتم هيئوا العروس وأنا أمضي إلى شبابي توجه وإذا بي يرعب
العباس من بعيد ويرى حبيب كرير إلى النعفين يراهم وهم صرعى على بوغى كربلاء. يا الله يا الذي على المشرع ظلت رمياد الثتن تجاسم زافين ننار عين زفتن كان يا كبش الكتيب بارك للنهضة جلل فزع اخوانك وبعد زفوها الولد وصل اسبابه وانا مفروض ما عندي احد بس حريم الجر وانا والقلوب انفتته لكن ما ان وصل الى المخيمة وإذا بالمنادي ينادي أين أنصارك يا حسين ترك البنت المسمات إليه ثم خرج بأبي وأمي لبيك يا عام ما هي إلا ساعة وإذا به ينادي عن يا حسين عليك مني السلام ركض الحسين من مكانه ومركزه وصل إلى ذلك الشباب وجده معفر على أرض كربلاء صرخ ونادى وقاسما شال الولد عادل المخيم وما إن وصل إلى المخيمات وإلى بالنسبة حففنا عليه من كل جانب ومكان خصوصا الأم تقدر تتصور أم ترى ولدها وهو مختضب بدمه اجت وجلست عنده وهي تنادي وقاسما نادتني من كفت عما لبسك تفصيل قلت الولد من يعود من حمد الميلان قوم يا رمل ودعي شمعة الشبان وجيبش على العريس شقيا القول شموع جيبوا حنته ليدي عريس وريدا زفته ليدي عريس وزفته زفته القول شموع جيبوا حنته ليدي عريس وريدا يلا قول القول شموع جيبوا حنته ليدع الريس وريد محبته يا الحسن خويا انا بدون صيتك الله يا جسام قوم زفتك عاين الزينب تهلهل عمتك عاين الزينب تهلهل عمتك
جابته ذهب للزافر جابته القول شموع ديب وحنته القول شموع ديب وحنته لدي عريس وريد مزفته لدي عريس يا نزنب تهله العمته ذوب نسفاف لك جابته انا رمله والشباب مودعي انا رمله والشباب مودعي زف جسام شوفي ضنوتي زف جسام شوفي ضنوتي يا عمد بيت وشايل رايتي ورد جسام يا محلى جيته ورد جسام يا محلى جيته القول شموع جيب وحنته القول شموع جيب وحنته ولدي عريس وريد محلته ولدي عريس رخصني اطب سوع الحرب اقلب الدنيا على اعلاكم قلب انا شبل الحسن واهتب من اطب انا شبه الحسن واهتب من اطب دخل جسام قلبها بصيحته دخل جسام قلبها بصيحته الكل شموع وجيب وحنته القول شموع وجيب وحنته لدي عريس وريد لدي عريس وريد عفيه يا شبل الحسن طال يومك خلها تشهد كربلاء لعموم جيتك انت جيتك اليوم انتخب ندمومك هاي جسام ابوك وصيته هاي جسام ابوك وصيته القول شموع وجيب وحنته القول شموع وجيب وحنته ولادي عريس وريد مثبته ولادي عريس وريد اضربوا وما شابوا وكان خطابهم